السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في درس جديد من دروس تعليم البرامج الهندسية. هذا الشرح سيكون بعنوان: بهذه الطريقة يمكنك الاستغناء عن رسم عدة مخططات بمخطط واحد والتحكم في إظهارهم جميعا بكل سهولة، وهذا على برنامج أوتوكاد. لدينا هذه الرسمة، هي عبارة عن مخطط للتحسيس السكني مكون من مجموعة من الطبقات. لو أذهب إلى هذه الطبقة، لدينا الطبقة الخاصة بالمحاور، الإطار، المساحات الخضراء، القطع الأرضية، رقم القطع الأرضية والأرسنة. فرضا لو طلب منا أن نقوم بإظهار المخطط الخاص بالمحاور فقط، هنا ألجأ إلى إخفاء بعض الطبقات التي لا أريدها. الآي إنتر، وأقوم بإخفاء الطبقات التي لا أريدها، مثلا من اللاندسكيب إلى الصيدوك. أضغط على شيفت ثم صيدوك وأقوم بإطفائهم من خلال هذا المصباح. أضغط عليهم، تلاحظون تم إعطاؤنا هذا المخطط. أقوم بعمل Line On حتى أقوم بإظهار جميع الطبقات التي قمت بإخفائها. Enter، تلاحظون تم إظهار جميع هذه الطبقة. كذلك لو طلب منا مثلا أن نقوم بإظهار المخطط الخاص بالمساحات الخضراء فقط، نفشي Li Enter وأقوم بإخفاء المخططات أو الطبقات التي لا أريدها، مثلا هنا Loads Number. هكذا قمت بإظهار المخطط الخاص ب أو قمت بإظهار الطبقات التي نريدها في هذا المخطط فقط. أقوم بعمل Line حتى يتم إظهار جميع الطبقات مجددا. لكن في درسنا هذا سنرى كيف نقوم بحفظ حالة هذه الطبقات، يعني كأننا نقوم بعمل تسجيل لها حتى لا تتعبنا فيما بعد. جميل. مثلا أود أن نقوم بإظهار المخطط الخاص بالمحاور. أولا أقوم بعمل Line Off حتى أقوم بإخفاء الطبقات التي لا أريدها. أتي لهنا مثلا رقم القطع الأرضية، القطع الأرضية والمساحات الخضراء، كذلك أقوم بإخفاء الأرصفة. هكذا قمت بالحصول على مخطط المحاور فقط. الآن سأقوم بحفظ هذه الحالة، يعني حالة هذه الطبقة. أتي إلى Layers، من خلال هذه القائمة لدينا New Layer State ولدينا Manage Layer States. في هذه الحالة عندما يكون لدينا عدة States، لكن هنا نبدأ بNew Layer State. عند الضغط عليها ستظهر لنا هذه النافذة. نقوم بكتابة مثلا Axis أوكي. الآن لو نأتي إلى Layers، من هنا تلاحظون تم حفظ هذه الحالة أوكي. لاحظوا عندما أقوم بعمل Layer هون Enter، الآن أود أن أقوم بالوصول إلى الحالة التي قمت بتخزينها وهي Axis. أأتي إلى Layers من خلال هذه القائمة. لاحظوا عندما أضغط هنا تلاحظون تم إرجاعنا إلى الحالة الخاصة بهذا المخطط. Line On Enter. الآن أقوم بإنشاء مخطط آخر، مثلا المخطط الخاص بالمساحات الخضراء. أولا أقوم بإخفاء هذه الطبقات. Line Off يعني الطبقات التي لا أريدها، المحاور، رقم القطع الأرضية، القطع الأرضية، لا بأس، هكذا أعتقد أنه مناسب. ثم أقوم بحفظه مجدد. أتي إلى Layers من هذه القائمة New Layer State، وأتي إلى هنا مثلا أقوم بتسميته Landscape أوكي. Line On. لاحظوا معي هنا عندما أذهب إلى هذه القائمة تلاحظون لدينا Landscape والAxis، Landscape ومن هنا الAxis، يعني تم عمل حفظ لهذين المخططين بطريقة سهلة جدا. كذلك يمكن الوصول إلى هذه القائمة وذلك عن طريق الأمر LAS وهو اختصار Layer State. أضغط عليها تلاحظون تم إعطاؤنا هذه النافذة. يمكن الوصول إليها كذلك من خلال Layers. من هذه القائمة نأتي إلى Manage Layer State. تلاحظون هذه هي الحالات التي قمنا بعمل حفظ لها. يمكن كذلك إنشاء Layer State جديد من خلال New. سأقوم ب أعمل Live On Enter، مثلا أختار مخطط جديد وليكن المخطط الخاص بالقطع الأرضية. أتي لهنا وأقوم بعمل Live Off حتى أقوم بإخفائه. Enter، لا أريد المساحات الخضراء ولا أريد المحاور أوكي. الآن سأقوم بعمل حفظ لهذه الحالة. أتي لهنا أقوم بإدخال الأمر LAS Enter، وأتي لهنا New، ومن هنا أقوم مثلا بتسميته Loads أوكي Close. أقوم بعمل Line On Enter. أذهب إلى Layers
من خلال هذه القائمة تلاحظون تم إنشاء هذه الحالات. في حالتنا هي loss، مثلا أخطأ الأكسس. كذلك يمكن التعديل على خصائص هذه الطبقات من خلال هذه النافذة الأس إنتر. مثلا أذهب إلى اللوتس وأقوم بالتغيير في اللون الخاص بالتسميات، يعني الأرقام. آتي لهنا إديت، أذهب إلى نمبر وأقوم بإعطائه مثلا أي لون، وليكن الماجنتا. أوكي، سيف، كلوز، لاي هون. الآن لاحظوا عندما أذهب إلى لايرز هنا أكسيز لاندسكيب واللوتس، تلاحظون تم كذلك عمل تقرير للأرقام الخاصة بهذه القطاع الأرضي. أذهب إلى هنا لايرز، مثلا أختار أكسيز. الآن لاحظوا عندما أقوم بإرجاعها إلى حالاتها الطبيعية لاي اون انتر، تلاحظون أن اللون الخاص بهذه التسميات لم يطغي، يعني هذه الخاصية مفيدة جدا. كذلك يمكن عمل تصدير واستيراد لهذه الحالات. نأتي إلى لايرز من خلال هذه القائمة مانج لاير ستيت، مثلا أختار الأكسس، آتي إلى إمبورت، أذهب إلى سطح المكتب، مثلا أقوم بتسميتها، أو عفوا أذهب إلى إكسبورت، إكسبورت إلى سطح المكتب، ومن هنا يجب أن يكون الامتداد الأي إس. أقوم بحفظها، سيف، كذلك لاندسكيب، إكسبورت، سطح المكتب، الأي إس، سيف، واللوت، إكسبورت، سطح المكتب، سيف، كلوز. لو أذهب إلى سطح المكتب تلاحظون هذه هي اللاير ستيتس التي قمت بعمل إكسبورت لها. لاحظوا معي فائدة هذه اللاير ستيتس. الآن سأقوم بغلق هذا المخطط وأقوم بفتحه من جديد. الآن عندما أقوم بفتحه من جديد ستلاحظون أن اللاير ستيتس التي قمت بإنشائها لم تعد موجودة. لاحظوا هنا، تلاحظون لم توجد هذه اللاير ستيتس. أقوم بعمل الأي إس إنتر، آتي في هذه المرة إلى إمبورت حتى أقوم باستيراد هذه اللاير ستيتس. أذهب إلى سطح المكتب ومن هنا الامتداد أختار الأي إس. الأي إس هذه هي اللاير ستيتس التي قمت سأقوم باستيرادها. أبدأ بالأكسس أوبن، ستظهر لنا هذه النافذة الأولى والثانية. ريستور ستيتس معناها عندما أضغط على ريستور ستيتس سيتم استيراده وإظهاره مباشرة على الوجه، يعني يقوم بعمل تحديث مباشرة. لاحظوا عندما أضغط عليه تلاحظون تم تحديث للاير ستيتس الذي قمت بتسميته أكسيس، تلاحظون تم استيراده منه. نفس الشيء الأي إس إنتر إمبورت، مثلا أختار لاندسكيب أوبن. لاحظوا عندما أختار كلوز دايلوج تم استيراده لكن لم يتم تحديث الوجه. كلوز، أتأكد، لايرز، من هنا لاندسكيب، تلاحظون تم عمل تحديث له الآن. نفس الأي إس إنتر إمبورت لوتس أوبن كلوز كلوز لايرز، من هنا أكسس لاندسكيب لوتس. أذهب إلى مانج لاير ستيتس، يمكن من هنا أن نقوم بحذف أحد هذه اللاير ستيتس، مثلا أختار اللوتس، ديليت، يس، كذلك يمكن عمل تسمية لها إلى غير ذلك من الخصائص. باختصار هذا الدرس، لا تبخلوا علينا بدعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.